عسلية ده انت ابدأ خلاص يا ابني ابدأ نبدأ. جبت الكاميرا عليا؟ اه اتفضل. ماشي يا حبيب قلبي. واحد بلدياتنا سافر العراق قاعد فيها 20 سنة وهو جاي مروح سرق عيل عراقي، فمعد من على الجمرك الظابط مسكه، فافتح الشنطة فتح الشنطة فالظابط لقى عيل صغير عراقي، بقول له اهل معاك ده؟ قال له ده عيل عراقي حربيه عشان ابقى اشتغل عنده. واحدة حلوة راكبة الاتوبيس، واحد يا فندم واقف في الاتوبيس، فبص لها بصيت له غمز لها غمزت له، شاور لها تنزل في المحطة الجاية، ما كدبتش خبر نزلت راح قاعد مترحل. ابدا. تمام يا ريس؟ تمام يا ريس. واحد بلدياتنا قاعد بقى يشرب حشيش على جوزي، فالمباحث طبت عليها راحوا ماسكينه، الجوزه دي بتاع منين؟ قال له بتاعتي يا بيه. الحشيش ده بتاع مين يا؟ قال له بتاعي يا بيه. خدوه حطوه في الحجز، والصبح بيسالوه تاني، الحشيش ده بتاع مين يا؟ قال له مش بتاعي يا بيه. طب والجوزه دي بتاع مين يا؟ قال له مش بتاعتي يا بيه. قال له امال انت امبارح قلت بتاعي يا؟ قال له امبارح كنت مسطول يا بيه. ما تنساش تعمل لايك واشترك في قناة الجنايني حبيبي عم احمد، احنا مش منك يا رب. ما تنساش تعمل لايك واشترك في قناة الجنايني حبيبي عم احمد، احنا مش منك يا رب.